أولا يمكنش تكلم عن المحاكمة اليوم لأنني أنا لا أنوب أو أؤازر أحد أطراف الدعوة. حضوري اليوم لأمثل مؤسسة النقيب في الإطار الحرص على أن تتبر هذه المحاكمة في أجواء إيجابية وجيدة في إطار الحرص على احترام الأعراف والتقاليد المهنية. هذا هو الدور الأساسي ما يتعلق بالمحاكمة وبالإجراءات المسطرية ديالها. كاينين زملائنا هما اللي كينوبوا، وثانيا كنعتبر على أنه أش وقع وماذا وقع كنظن على أنه يعني خلال جلسة. هذا هو الدور الأساسي اللي نقوم بهم السيد المحامون. ماذا سيد المحاكمة هي أنها دازت وفق شروط المحاكمة العادلة. القاضي مكن متهمات من أريحية في الإجابة، المشتكين جاوبوا على الأمور ديالهم، طلبنا من المحكمة التأجيل نظرا لظروف العياء ونظرا لحالة الطوارئ الصحية، وطلبنا باش أنه المواجهة تكون في الجلسة المقبلة. المفاجأة في هذه القضية هذه اليوم هذه الجلسة اليوم هو القرار للمحكمة باستدعاء الزميل ديالكم الصحفي المعتقل على ذمة قضية أخرى، ماشي في قضية الاعتقال. أنا أؤمن بقرينة البراءة، ولكن من ناحية أخلاقية المهنة وقانون الصحافة هل يجوز لصحفي أن يفشي أسرار مصادر معلوماته؟